ينضم إلينا من إسطنبول علام صبيحات مراسل الغد. علام، كيف يمكن أن تنعكس هذه الاتفاقيات على اقتصاد تركيا الذي يعاني أصلاً؟ نعم كاترين، بالفعل أول نتائج هذه الزيارة وتوقيع هذه الاتفاقيات كانت على الليرة التركية، العملة المحلية التركية مقابل العملات العالمية. نحن شهدنا خلال الساعات الماضية وحتى الآن، أي منذ توقيع أو حتى منذ بداية الزيارة ثم توقيع الاتفاقيات وحتى الآن، تحسن واضح للليرة التركية مقابل العملات العالمية بعد أشهر طويلة من التراجع التاريخي والقياسي. وبالتالي هذه هي أول النتائج لهذه الزيارة وهذه الاتفاقيات على الاقتصاد التركي، وهذا أمر يهم المواطنين الأتراك إلى حد كبير. هذا أكثر عمليا هو أكثر ما يهم المواطنين الأتراك في هذه الأوقات، أخذا بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية القائمة في تركيا. وبالتالي من هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقيات العشرة التي تم توقيعها أولا، وثانيا أهمية الإعلان عن إنشاء هذا الصندوق من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 10 مليارات دولار. هذا مبلغ مهم جدا، والجانب التركي بحسب يعني رئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون تحدث قائلا بتغريدة له، قائلا إن هذه هي بداية فقط لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين التركي والإماراتي، وإن المرحلة القادمة سترشد المزيد من الاتفاقيات والمزيد من التقارب والتعاون، سواء اتفاقيات اقتصادية أو تعاون في الملفات الثنائية أو الملفات الإقليمية والدولية. وبالتالي هذا كله ينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي. الرئيس التركي من جهة وكبار المسؤولين الأتراك من جهة ثانية تحدثوا صراحة في الفترات الماضية عن أنهم يسعون بكل جهودهم من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى تركيا والاستثمار فيها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل ويعني خلق أجواء اقتصادية يعني إيجابية إلى حد كبير. ومن هنا يعني هذا هو السبب الرئيس في خفض قيمة الفائدة من البنك المركزي التركي بحسب ما يرى إردوان، وهو الخفض الذي تسبب بمشاكل اقتصادية وتراجع حاد لقيمة الليرة. بالمحصلة كاترين، هذه الاتفاقيات مهمة جدا للاقتصاد التركي، وبدأت يعني أولى يعني نتائجها تظهر في الشارع التركي. هناك ارتياح وترقب، ارتياح في الشارع التركي وترقب لدى كل الأوساط هنا في تركيا لبدء تطبيق هذه الاتفاقيات التي عمليا تشمل مجالات مختلفة وكثيرة، من بينها الطاقة، من بينها التكنولوجيا والموانئ البحرية، ومن بينها أيضا اتفاقيات مهمة تتعلق بالبنوك المركزية التركي والإماراتي والبورصة، بورصة اسطنبول وبورصة أبوظبي. وبالتالي هي اتفاقيات مهمة، اتفاقيات اقتصادية تحتاجها تركيا إلى حد كبير، وهذا كله ينعكس إيجابا على الداخل التركي. نعم علام، كيف تابع الإعلام التركي نتائج هذه الزيارة والاتفاقيات؟ نعم كاترين، الإعلام بكل أطيافه وتوجهاته، سواء الإعلام التركي المحسوب على حزب العدالة والتنمية الحاكم أو المدعوم منه أو من الحكومة التركية، أو على الطرف الآخر إعلام المعارضة التركية على اختلاف أشكال المعارضة التركية، أو حتى الإعلام الخاص يعني المستقل كما يسمي نفسه، هو يعني تابع يعني تغطية خاصة ومهمة جدا خلال الزيارة وعند توقيع هذه الاتفاقيات المهمة وبعد الزيارة. وحتى الآن عندما نشاهد وسائل الإعلام التركية المختلفة، سواء التلفزيونات أو الصحف التركية صباح اليوم، هي كلها يعني أفردت مساحات مهمة جدا لهذه الزيارة ولهذه الاتفاقيات، لأهمية هذه الاتفاقيات عمليا للاقتصاد التركي وللمواطنين الأتراك. يعني المنطلق الذي تنطلق منه وسائل الإعلام التركية في هذه التغطية هو أهمية هذه الاتفاقيات على الاقتصاد التركي. نعم. ونتيجة هذه الاتفاقيات الأولى، وهي تحسن الليرة، التحسن الواضح لقيمة الليرة التركية، العملة المحلية التركية مقابل العملات العالمية، وهذه أول نتيجة. وبالتالي هم يأملون أن تكون النتيجة الأخرى هي خفض الأسعار، وهو ما يريده المواطن التركي بشكل كبير، وهو من أهم الملفات عمليا التي باتت تشكل حتى جدلا سياسيا كبيرا بين الأطراف السياسية هنا في تركيا. من إسطنبول كنت معنا علام صبيحات مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.